نفس الحكم جواد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا ومتابعينا، أسعد الله أوقاتكم مني ألف خير. نعم نهاية هذا الأمسية الكروية، نعم التي ينتظرها الجميع. نعم مباراة، نعم راح تكون ماراثونية في هذه الليلة. ساباولو وحميد زور، نعم طاقم تحكيم يقود هذا اللقاء، الأستاذ أحسن الستري. نعم كل التوفيق لحكم اللقاء، كل التوفيق نعم للفريقين. كل لعبة عالية أمام يوه، أبعاد الكرة الماضية مرت لخارج أرضية الميدان، عادت لي رمية جانبية لمصلحة ساو باولو. علي ابن رمضان لعب الكرة باتجاه علي جمال، وصل لكفير كفير، لكن هنالك يزيد ابن اليابع خلصها. عادت اللي حاول بكورته محميد، محميد احمد اللي رد بكورته المناطق الدفاعية والخلفية لدى الفرقة البيضاء. كرة عالية امامية، لكن هنالك التعظيم حاضر نعم من جانب دفاعات حميد الزهور. نعم يلتقون الفريقين في هذه الامسية الكروية، نعم ونهاية هذه السهرة. نعم كرة لعبت عالية، ابعاد عادت كثير في مكان كثير، النظرة علي بن جواد، عاد الكرة لبن جمال، بتعود لعلي مر، علي عدى، علي وصل لكرة امامية لعلي جمال، لكن هنالك الصافرة حاضرة، الخطأ بداعي لمسة اليد الواضحة في اللقطة الماضية، نعم في الكرة الماضية، الضربة الحرة المباشرة لدى الفرقة البيضاء، لدى ساو باولو، لدى الفريق العريق، لدى الفريق صاحب البطولات الكبرى، نعم الحاضرة داخل أرضية الميدان. لما تتكلم عن فريقين نعم حاضرين عارفين البطولات، علي جمال صوب لكرة، لكن وين الكرة الماضية هي أقرب لنا من هنالك. حاضر حارس المرمى، عادت للكابيتان بتعود رأسيا الأسمراني على الجبهة اليسرى، مغربي مغربي، لكن تعود الكرة هنالك، التعثر حاضر، عادت ليوسف بن شيف، يوسف مر، يوسف ما زال مر مر مر، عدى بين اثنين عرضية، لكن لوين هي أقرب لدى حبيب الخالدي اللي سيطر على الكرة الماضية. نعم تشكيلة عميد أزو في حراسة المرمى، حبيب الخالدي، مبارك الدوسري، خميس الدوسري، ونواف الدوسري، عبد الله مغربي، وعبد الرحمن وطالب، هنالك يزيد ابن اليافعي، نعم وسالم الفوز الشريدة. كرة لعبت عادت لمصلحة نواف، نواف النقلة يا عيني، عبد الله يا ولد برافو على الكرة الماضية، لكن التخليص حاضر، الابعاد حاضر نعم في الكرة الماضية، وبالتالي هي اقرب لنا حبيب الخالدي، نعم في الكرة الماضية عادت هنالك الكرة، وصلت لدى فرقة حميد الزهور، عدت امام هنالك لنواف الكابتن مع حميد، نواف ولا حميد مين؟ عبد الله يا ولد خميس، لكن الكرة الماضية ما مرت، ما عدت، عادت يزيد، التخليص حاضر، المسك واضح في اللقطة الماضية هنالك، وبالتالي الصافرة حاضرة، والخطأ لمصلحة حميد الزهور، نعم يشير على الاستاذ حسين الستري، نعم في اللقطة الماضية بأنها في أشد، فيها واضح في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ لمصلحة أبناء حميد الزهور. هنالك المغربي عبد الله صاحب تسديدات قوية، يدل الشباك، يدل طريق المرمى، نعم وبالتالي هنالك عبد الله مغربي على التنفيذ، تصويب بتعود على الجبهة اليمنى، أصابت خميس، لكن الكرة وين؟ عادت أرضية، ابعاد، ابعاد تخلصت نعم من جانب دفاعات ساو باولو، عادت ليزيد هنالك، لكن محميد لكفير والانطلاقة، كفير والمرور، كفير عرضية، عرضية علي، هياها ممكن يوسف، اوه مرت، عادت يا ولد مر، يا ولد عاد، يوسف ما زال محافظ على كورته، يوسف عرضية، لكن وين؟
حبيب الخالدي اللي سيطر عليها، نواف اللي حاول بكرته لكن رمية جانبية لمصلحة ساو باولو في اللقطة الماضية. نعم على نواف، نعم اللي حاول يسيطر على كرته وبالتالي ما مرت وعادت لأم حميد أحمد اللي غير اتجاه اللعب هنالك، والكرة وصلت ليوسف اللي ما زال محافظ على كرته يوسف، والحصار هنالك من جانب في منتصف الميدان خميس. الدوسري حصل يزيد في مكان تصويبه مع خميس نواف والدوسري تصويبه، لكن عادت لخارج ارضية الميدان رمضان وعلي هنالك هنالك يوسف شيفع وعلي رمضان احمد الحميد حسن كثير علي عيد وعلي كريم وعلي او حسن العيد. نعم في الكرتين الماضية علي رمضان خلصها علي علي لاحمد حميد حميد المحبوب لدى ابناء حائل الجبلين. نعم في سنتين مضت على ابن حميد كرة وصلت حميد لعب لكرة، لكن وين الكرت الماضية مرت يا علي عادت لخارج ارضية الميدان، الكرة طالت وعادت وبالتالي لخارج المباراة بالصفرين الحاضرة. نعم في بداية هذا اللقاء حميد احمد علي جواد لمحميد بتعود لجواد علي، لكن ما مرت عادت حاول كرته خلصها بتعود، لكن علي رمضان تخلصت من امامه علي جواد الكفير لعلي جمال، لكن حبيب خلصها لنواف، نواف مر نواف ما زال نواف يحاول بكورته نواف، لكن عدت الكرة الماضية لخارج ارضية الميدان من نواف والباص المهاري الحاضر. نعم في الكرة الماضية وبالتالي حسن عيد يلعب الكرة الماضية، عادت هنالك لأحمد أم حميد لعلي ابن جواد علي والتمريرة يزيد استلمها يزيد تمريرة لعبد الله علي ابن صخة. نعم المتواجد لهذه الليلة علي جمال الكنترول والأحلى علي والتعطين علي ما زال يحاول بكورته واثنين حاضرين نواف يحاول يرد بالمهارة لكن ما مر عادت لعلي جمال لنواف بتعود نواف مر نواف والسرعة نواف مع حسن عيد، لكن هنالك ما زال الصافرة حاضرة على الخطأ لمصلحته تسير بالصفر علي صفر علي رمضان والكرة العالية والأمامية والكرات الطولية اللي نشاهدها. نعم في هذه اللحظات من جانب نعم فرقة ساو باولو هل تأتي؟ 8 دقائق عدت على زمن خميس مرة خميس عدى خميس توغل عبد الله الله الكابيتانو ابن عميد الزور هو نواف ياتي بالهدف الاول ياتي نعم بالضربة الاولى الفعل نواف اتى بالفعل نعم وبالضربة الاولى حميد لعلي جمال مر جمال لحميد بتعود حميد وقامة من السيقان عادت يوسف ابن شيف رد كورته حسن كفير مرور حسن تصويبه حبيب ابعدها حبيب ما سيطر عليها عدت لضربة زاوية الضربة الركنية عالية أمامية يزيد خلصها أبعدها لياف عيد تعود لحسن بن عيد للملابس والكرة الطولية، لكن وين الكرة الماضية وين الكرة الماضية من علي عدت لخارج أرضية الميدان عدت لضربة مرمى لمصلحة عميد الزور. نعم الذين يضعون نواف يضع عميد الزور بالهدف الأول يضعهم في المقدمة نواف المهارة نواف بكل مرور نواف تمريرة عادت خميس خميس يا خميس عبد الله مغربي عادت من يزيد بتعود وصلت على الجبهة اليمنى ليزيد العنيق عادت وما زالت لمصلحة عميد الزور نواف وخميس هذول الاثنين هذول عم يشغلوهم
المناسف ابعادها، عادت ليزيد ابن اليافعي تمريره، عادت لعلي ابن جمال علي والنظره، لكن الكره تصطد ابعادها، اليافعي خلصها لخارج ارضيه الميدان لركله جانبيه لمصلحه ساو باولو. في هذه الاثناء علي ابن جمال حسن ابن عيد ابتعود وصلت علي عميد الزور. نعم عادت هنالك الكرة وصلت لعبد الله مغربي ليزيد ابن اليافعي، لكن حميد 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 ما زال يحاول بكورته، حميد فدار حميد على الجبهة اليسرى، لكن وين الكرة؟ طالت طالت وعندك ابناء الدمام. نعم وحبيب ابن الخالدي، عادت خميس خميس يا خميس والليلة خميس يا ابن الدوسري، عادت الكرة وصلت لنواف، لكن الرمضان ابعدها، الرمضان ماشي بكورته لعلي بن جمال، علي سيطر عليها، علي والنظرة لعلي، الرمضان سيطر عليها حصلها، عادت لعلي يحاول بكورته ممر من امام يزيد ابن اليافعي بتعود وصلت، عادت لعبد الله مغربي بتعود، عبد الله هنالك الصافرة حاضرة والخطأ لمصلحة هنالك لمصلحة عميد زور، هنالك نواف ابن الدوسري صعب الهدف، هل يضع الثاني؟ نواف ارضية زاحفة بتصطد ابتعود، تخلصت عادت من نواف، خلصها لخارج ارضية الميدان، ابعدها لخارج ارضية الملعب لرمية جانبية لمصلحة ابناء ساو باولو. هل يعودون من نقطة البداية؟ هل يأتون بالتعديل؟ وصلت هنالك الكرة ابعاد، عادت حسن خلصها، عبد الله مغربي لعلي بن جواد، علي مر، علي تسويبه، بتصطد، عادت عرضية، لكن عبد الله المغربي بالابعاد وبالتالي بضربة زاوية، الضربة الركنية الآن لمصلحة ابناء هنالك ساو باولو. التنفيذ حالي اماميه، لكن حبيب ابن الخالدي حبيب اللي سيطر على الكره الماضيه باتجاه نواف، هيا يا ولد على كنترول، يا ولد على تمريره، عادت لعبد الله مغربي، وسلامات للفرق المتواجده لهنالك، واعاده من حميد بكون روح رياضية عالية حاضرة. نعم داخل أرضية الميدان شاهد الروح الرياضية، شاهد الاعتذار هنالك من ابن عيد في اللقطة الماضية لدى نواف، عادت هنالك الكرة تمريرة لنواف، عادت لخميس خميس تمريرة، عبد الله مغربي، عبد الله مر، عبد الله صوب، لكن وين؟ لخارج أرضية الميدان عميد الزور ساو باولو أربع نقاط. نعم معناها دخلت في حسابات الخسارة، ادخلت في حسابات والنظر للمباريات القادمة انها في حسابات. نعم نعم غلطة الشاطر يا حبيب ابن الخالدي، في الكرة الماضية يأتي التعديل. نعم وسط اطراف لدفاعية ومن حارس المرمى هنالك من حبيب، يأتي التعديل لواحد لواحد الآن، وما فيش حد أحسن من حد يا عبيد يا ساو باولو في هذه اللحظات. نعم هنالك التساوي يحضر الآن بالنقاط وبالنتيجة، إذا استمرت في هذه في هذه النتيجة في هذه الليلة كرة عالية أمامية، لكن الكرة وين؟ لخارج أرضية الميدان، لخارج أرضية الملعب يا حبيب. كرة اللعبة وصلت من حبيب، لكن هناك التحضير حاضر، وبالتالي خميس خميس يحاول كورته لنواف، لخميس بتعود عرضية. كرة اللعبة عادت من كبير حسن تمريره على الجبهة اليسرى يحاول الكورة، لكن هنالك التدخل حاضر. نعم وبالتالي الصافرة حاضرة والخطأ. نعم وسلامات ليزيد هنالك
كرة اللعبة توصلت من حبيب ابن الخالي تمريره ليزيد عادت على الجبهة اليمنى ووصلت لمصلحة عميد الزور لنواف. نواف حصلها نواف يحاول الكرة لكن وين الكرة الماضية عادت مرت لخارج أرضية الميدان حميد التعود حسن ابن كفير تمريرة لعلي ابن جماله عادت مرة علي عادت كرة 2-1 مرت بجوار القائم عادت بسلام على شباك ابن الخالدي حبيب عادت لخميس بتعود على الجبهة اليمنى هنالك عادت لخميس تخلصت من امامه لكن عادت الكرة الماضية في خارج ارضية الميدان لرمية جانبية لمصلحة عميد الزهور. نعم كرة اللعبة التصدي بتعود لمصلحة عميد الزهور هنالك كرة عالية أمامية باتجاه عبد الله مغربي لكن وين المناسب أقرب الكرة الماضية عادت حسن ابن كفير ما سيطر عليها مغربي رد بكورته لمبارك مبارك عادت لعبد الله مغربي كرة هنالك على الجبهة اليسرى يحاول بكورته لكن يحاول يسيطر عليها بالسرعة لكن السلايدنج حاصلها تعال هنا نعم 20 دقيقة غادرت على زمن الحصة الأولى وما زال هنالك التعادل إيجابي 1-1 كفير حسن يحاول بكورته لعلي جمال مع مبارك علي ولا جمال ولا مبارك لكن الكرة هي أقرب عدة لخارج أرضية الميدان وبالتالي وعدت لكن الكرة لخطأ لمصلحة أبناء هنالك عميد الزهور. نعم اللعبة الكرة عادت هنالك لكرامة هنالك اللي داخل التو نعم لداخل أرضية الميدان وصلت لخميس اللي سيطر عليها خميس لف ودار عادت لمبارك ابن الدوسري بتعود ليزيد لكرامة على الجبهة اليمنى كرامة ما زال يحاول بكورته لنواف نواف يحاول فيها لكن ما مرت ما عدت وبالتالي لخارج أرضية الميدان لرمية جانبية. نعم نشكر كل الداعمين لهذه البطولة نعم والعيادي البيضاء والمعطاء للمشروع والعمل الخيري نعم والبطولة الخيرية نعم التي تقام هنا في ملاعب النخيل الربيعية. نعم كرة لعبة نواف ابناء ساو باولو نعم في هذه اللحظات كرة علي ابن رمضان كرة عالية امامية لكن وين الكرة الماضية مرت حدث لي ضربة مرمى هنالك لمصلحة عميد الزهور كرة اللعبة وصلت باتجاه نواف نواف اللي حاول يحصلها ما حصلها عادت لعلي بن رمضان تمريرة للشيخ وسعر حاول فيها لكن وين الكرة الماضية صافرة حاضرة وخطأ هنالك وبداية من عمه بالتدخل هنالك الماضي حاضر وبالتالي خطأ لمصلحة عميد الزهور خطأ للفرقة البرتقالية نعم والسوداء عادت كرة وصلت على الجبهة اليمنى خميس يحاول بكورته لكن هنالك التخليص دفاعي حاضر كرة اللعبة عادت هنالك يزيد اللي يحاول بكورته مع حميد حميد خطفها حميد خلصها حميد علي جمال تصويبه عادت تصويبة علي ابن العيد لكن هي اقرب لدى حارس المرمى حبيب الخالدي على دفعتين يحصلها نعم وبالتالي هي اقرب
من حبيب في الكرة الماضية، وبالتالي لرمية جانبية واللعبة سريعة عادت حسن، عيد سيطر عليها حسن، رد كورته للمناسف، عادت ليبو سحر، وسحر ابن الشيخ، عادت عبد الله مغربي لكن هي اقرب لمبارك ابن الدوسري، مبارك تمريرة لكرامة لكن ما حصلها، عدت بخارج ارضية الميدان لرمية جانبية. اللعبة الكرة وصلت بحميدة تصويبة لكن وين الكرة الماضية لخارج ارضية الملعب. محتسبة كوقت بدل ضائع من الاستاذ حسين الستري لزمن الحصة الأولى. نعم وغمار شوط اللقاء الأول، عادة كفير لحسن الكفير، حسن يحاول بكورته لكن تعثر، عادة بحميد لبو سحر، بو سحر النظرة والهمسة تعود لمصلحة مين؟ علي جمال يحاول بكورته لكن حبيب، حبيب هو أطرب في الكرة الماضية. سلامات احنا اللاعبين بديلا عنا في شوط اللقاء الاول، هنالك الروح الرياضيه التي حضرت. نعم اعاده الكره لدى فرقه ابناء الدمام، فرقه عميد الزور. نعم وصلت كرامه اللي مرر الكره، وصلت في الدفاعات. نعم وقع الدفاعات هنالك، وصلت تمريره لعبد الله مغربي ليزيد يا ولد على اختصاص الكره، تمريره بينيه ما كملت، عادت لحسن ابن كفير الكره الاماميه لكن مع صافره الاستاد. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا في كل مكان اسعد الله اوقاتكم وبكل خير. شكرا لزميل الاستاذ محمد القاسمي والاستاذ حسين زواد في هذه الامسيه الجميله في بطوله النخيل الخامسه، لقاء يجمع فريق عميد الزهور وسامان، وبالتالي النتيجه 1-1 الشوط الاول. بالتالي برافو السابقه، اذا تلعب الكره موجوده هنا لمصلحه عميد الزهور في ارضيه ملعب الكنترول. التحرك يزيد اليافي لكن هناك على الطرف الشمال بالنسبه للفريق اللاعبين الزهور، تلعب الكره تراني كرامه وبالتالي تلعب موجوده، حذاري حذاري من يعني السقوط في ارضيه الملعب، تلعب الكره مسحب سقوط من ارضيه الملعب علي كمال، خطا يشيل الحكم لمصلحه فريق سابار. يعني المباراه بالنسبه للفريقين يعني مهمه، الكل يريد ان يفوز كي يكون هناك يحضر في دوري 16. شكرا لكل الجماهير الحاضره، شكرا لكل الداعمين في هذه البطوله، شكرا ايضا للمنظمين ولزملاء المعلقين. اذا خطا لمصلحه سابار، انا شايف اللاعب رقم 16 احمد محيمين وايضا ابن رمضان، ابن رمضان علي مهدي، فبالتالي خطا لمصلحه سابار. يعني توجيهات الحبيب توجيهات الغامدي تأتي وبالتالي تلعب الكرة، الله على الفن في أرضية الملعب ابن كفير لكن ما اكتملت القصة، الكرة لخارج الملعب تأتي الكرة لمصلحة عميد الزهور، هناك صناعة اللعب، يا سلام على التمرير، يا سلام على المرور، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أعطني حريتي يا الغامدي واطلق يدي في أرضية الملعب. عميد الزهور يتفنن، عميد الزهور يبقى في أرضية الملعب صغار لكن بطريقة الكبار. أيضا هنا سابالو تأتي الكرة لمصلحة سابالو، يعني الكل هنا يناظر يتابع خلف الشاشات، وأيضا هنا من أرضية ملعب علي مهدي رأسية مقطوعة تعود الكرة لمصلحة سابالو طويلة سريعة لخارج الملعب لركلة مرمى لمصلحة عميد الزهور. بطولات عدة حققها عميد الزهور على مستوى الدمام، على مستوى الكيك، على مستوى الجبيل، وعلى مستوى البطولات بقيادة الغامدي المدرب الوطني الذي عمل الكثير وضحى من أجل هذا الفريق أن يكون هذا الفريق منافسا على بطولات عدة. أيضا سابالو محيمين الذي وضع النقاط، حقق بطولة كاف اليتيم، حقق بطولة الجراري، حقق بطولات، لكن هنا في أرضية ملعب في ملعب النخيل يريد أن يحقق الانتصار كي يكون في دور 16. علي مهدي صمام الأمان في أرضية الملعب، يلعب على الطرف اليمين هناك لمصلحة فريق سابالو الحارس، ولكن هنا مناسب موجود،
ابن رمضان طويله يبحث عنك يا علي عين يا علي جمال جمالك جمال كره عدت طويله الى خارج الملعب الى ركله لمصلحه عميد الزهر ابن الخارجي حذاري لكن التقدم ياتي يا سلام يا سلام على تمرير لعبه هنا استلام ايضا من الناشر مبارك لكن تعود الكره لمصلحه الدكتور هذا في الحيمين محمد يسيطر عليها لكن علي جمال موجود تلعب الكرة ليه حيث الكرة الله 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 يا سلام يا سلام اضرب تحية يا ابن كفير شوف التمريرات علي جمال لما سيطر عليها مررها علي جمال يأتي الهدف جميل منك يا ابن كفير على فكرة عائلة كفير من العائلات المعروفة في القطيف يعني هناك في تجارة الأسماك وبالتالي ابن كفير هنا اليوم موجود أوه وصل كبير. إذن هنا تلعب الكرة لمصلحة فريق سابالو يعني تتحدث عن أحمد محيمين يا سلام تلعب الكرة أوه كرة لخارج الملعب لمصلحة عميد الزهور المتأخر بهدف اثنين مقابل لا شيء يوسف ياسين خروج علي جمال ونزول يوسف سيف تلعب الكرة يوسف شيف يا سلام عليك هذه أول اللمسات ولكن سريعة على يوسف تلعب الكره على الطرف الشمال يبحثون عنك انت يا عبد الله يا المغرب لكن عبد الله يحاول عبد الله عدم عبد الله مر وبالتالي الكره لخارج الملعب الى ركله زاويه لمصلحه عميد الزهور 2-1 يعني نتيجه ربما تبقي الامل او هناك يكون املا للفريقين يعني نقاط الفريقين 4 نقاط يعني الفريقين ربما هي على صداره المجموعه هل المحيمين او الغامدي وبالتالي راح نشوف تلعب الكره الخلف تمريره الله يرحم امك احنا مباراه اذا تلعب الكره هنا لمصلحه فريق العميد الزهور الله والله بلشنا اذا انتقل بالمايك لزميلي محمد القصيمي شكرا على هذا الاداء الجميل للفريقين نتمنى التوفيق وعلى صدارة المجموعة في بطولة النخيل الخامسة كرة اللعبة عادت هنالك التخليص الحاضر شكرا للاستاذ حسين احمد ابو علي على ما قدم نعم في بداية الحصة الثانية التقدم هنالك انقلاب الطاولة هنالك من جانب ابناء سابول الكرة اللعبة عادت ليزيد تخلصت عادت كرامة على الجبهة اليمنى كرامة يحاول بكورته كرامة ما زال راد بكورته في المناطق الدفاعية والخلفية شاهدت زيد بن كفير الذي وضعها في المرمى الذي تأتي بهدف ثاني هنالك وصلت لابن الشيخ عادت على الجبهة اليسرى لمصلحة سابول يحاول مرور مع كرامة لكن تخلصت عادت ابن الشيخ عبد الله لمحيميد سيطر عليها علي رمضان علي لمحيميد بتعود تمريره لشيف هاتوا خد يا ولد يا ولد على الكره الماضيه لكن في اصابر حاضره فيها نعم بطاقه صفراء حضرت وبالتالي خطا في مكان راح ممكن ياتي الهدف الثالث هل تاتي ضربه ثالثه هل تاتي ضربه ثالثه نعم في هذا اللقاء كما نرحب بالاستاذ سلمان العيد ابو جلالتي بالثالث هل تاتي الضربه الثالثه ام حميد ولا علي رمضان مين راح ينفذ اثنينهم قدم يمنى قويه تدل الشباك يلا موسى يا ابن حميد هنالك التشاور حاضر مين اللي راح يسدد مين اللي راح يضع هذه الكره ام حميد باروك موسى ابن رمضان ام حميد لعبها بسعره عدت عدت وبالتالي مرت بخارج ارضية الميدان بضربة زاوية الضربة الركنية الان لمصلحة ابناء هنالك الفرقة البيضاء ابناء سابولو اللعبة كرة امامية لكن هي عدت
نعم يدخل في حسابات اخرى في هذا اللقاء. نعم كره لعبت على ليزيد اللي سيطر عليها يزيد والتمريره وصلت تخلصت من كفير عادت لعبد الله من الشيخ عرضيه وسحر لكن ما مرت تصطاد في الدفاعات تخرج لخارج ارضيه الميدان لركله جانبيه وصلت يوسف ابن شيف رد بكورته هنالك لعلي رمضان علي اللي سيطر عليها علي مرور علي التصويبه لكن حبيب الخالدي هو اقرب حبيب لعب لكره وصلت في اتجاه نواف لكن الدفاعات في الابعاد الدفاعات في التخليص لخارج ارضيه الميدان عادت لنواف نواف يا ولد على تمريره لكن ابن كفير قبل الجميع يخرج الكره الماضيه لخارج ارضيه الميدان لضربة زاوية لعب الكرة علي أمامية لكن التصدي لخارج أرضية الملعب لرمية جانبية أخرى لمصلحة عميد الزور يزيد ابن الياف لكرة أمامية لكن عدت لخارج أرضية الميدان عدت لوسط هي لكرامة عادت لنواف نواف لعبها لكن المناسف هو أقرب في الكرة الماضية المناسف اللي حصلها نعم وبالتالي تصد بتعود وصلت في منتصف الميدان لدى عميد الزهور عادت لعبد الله مغربي اللي حاول بكورته لكن يا رميه جانبيه لمصلحه سافار يسابقون الزمن يبحثون عن العوده عميد الزهور نعم يبحثون عن العوده من نقطه البدايه للتعديل بالهدف الثاني هل ياتون يا كرامه على الجبهه اليمنى كرامه ما زال كرامه والمرور وصلت لنواف نواف تمريره يا ولد كرامه عادت وصلت لمكان لكن تخلصت بتعود وصلت عادت لمصلحه عميد الزهور لكن وصلت ليوسف ابن شيف يوسف ما زال يحاول بكورته تخلصت لكن وين وصلت عادت يزيد ابن الياف تصويبه لكن عدت لخارج ارضيه الميدان عاد طلب بالهدوء عن داخل ارضيه الملعب وبالتالي ضربة المرمى وصلت الكرة اللعبة وصلت لحميد اللي حاول بكورته بحميد لم كورته عادت على الجبهة اليسرى يحاول بكورته مع كرامة عادت تخلصت لخارج أرضية الملعب لرمية جانبية لمصلحة أبناء هنالك ساو باولو نعم الرمية الجانبية كرة اللعبة توصلت إلى حميد اللي حاول بكورته بحميد ما زال من أمام يزيد لكن الكرة هي عدت لخارج أرضية الميدان لرمية جانبية لمصلحة سافاولو كرة اللعبة توصلت علي رمضان تصويبه عادت تخلصت لكن يا أقرب لدى حارس المرمى حبيب نواف نواف ما زال مسيطر عليها نواف مرور نواف ما زال لكن الإبعاد حاضر التخليص وصلت الصافرة حاضرة هنالك الخطأ لمصلحة أبناء سافاولو في اللقطة الماضية هناك حاضر الكلام والانذار الشفهي حضر نعم في اللقطة الماضية من الاستاذ حسين الستري نعم وبالتالي نستكمل هذا اللقاء عادت هنالك الكرة علي بن جواد علي ابن كفير حسن حسن ما زال يحاول بكورته لكن مع مبارك وبالتالي عدت لخارج ارضية الميدان لضربة مرمى لمصلحة عميد الزور كرة لعبة أمامية من يزيد لنواف اللي يحاول يسيطر عليها ما سيطر عليها وبالتالي عدت لخارج أرضية الملعب لضربة مرمى لمصلحة سافاولو نعم سافاولو ما زال يتقدم بين 2-1 نعم وبالتالي هنالك يضع سافاولو بالسبع النقاط لحد الآن إلا إذا في كلام آخر
في كلام اخر نعم من جانب عميد الزهور عادت بالكثير ليزيد اللي سيطر عليها يزيد لو كورته عادت لنواف نواف يحاول فيها مع رمضان عالي بدوره مخلصها لخارج ارضيه الملعب لرميه جانبيه لمصلحه عميد الزهور كره لعبته لكن ابعاد وسلايدنج حاضر نعم والتخليص ضربة ركنية لمصلحة عميد الزهور اللعبة أرضية زاحفة لكن تخلصت عادت من نواف لكن يقرب لعلي المناسب وعندك يا أبو علي. إذا شكرا لزميلة تلعب كرة سريعة هنا لمصلحة سافانو وبالتالي هنا تأتي الكرة هنا للاعب المهاجم أيضا في أرضية الملعب كرة لخارج الملعب إلى ركلة جانبية هنا الحكم يطالب وبالتالي يقول ما فيها شيء يوسف شيفا هنا يبحث احتجاج بالحبيب ولكن الحكم هو سيد الملعب في أرضية الملعب ارفع على الصوت اذا خطا لما وركله جانبيه تلعب الكره تصويبه ولكن الى خارج في الباء وايضا الاستشفاء وبالتالي نعود كره لمصلحه عميد الزهور نتيجه 2-1 لمصلحه سافانو وبالتالي ايضا كره تلعب على الطرف الشمال لمصلحه عميد الزهور يبحث على هدف وايضا ياتي للاعب نواف نواف الدوسري نواف وعمليه كره الدخول تحرك الكره تاتي لركله زاويه لمصلحه عميد الزهور اذا هنا عمليه الاستباكه عمليه البحث عن التعديل وهناك البحث عن التسجيل لزياده الاهداف تلعب كره سريعه على انطلاقه علي جمال علي جمال علي جمال علي جمالك جمال لكن برافو الدوسري يبعد الكره لخارج الملعب الى ركله جانبيه تلعب الكرة سريع يوسف شيف للخلف للتهاد تهاد لعلي مهدي علي مهدي المدافع وصمام الأمان لعبة رجل الله جمالك جمال رأسية جميلة تأتي ولكن اللي هناك الخلف موجود برافو شوف الإعادة عطانا عيدها يا مخرج وبالتالي شوفها 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 رأسية ولكن الأداء جميل 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 من الخارج تلعب الكرة هنا يا سلام المدافع وصمام الامان هنا على السلام تاتي عبد الله عبد الله يمر لعب الى بن شيف بن شيف هنا للتهاب التهاب يا سلام يا سلام يا سلام عدت لعبها عكسية من جمال جمال الله كل شيء اكتمل الا الهدف لم ياتي ولكن برافو التغطية الدفاعية الموجودة يا سلام حلوة حلوة ركلة زاوية ابن شيف على التنفيذ ركلة الزاوية تلعب رأسية الأسمراني لكن الكرة لخارج الملعب إلى شيف يوسف تراجع للخلف علي مهدي إلى أيضا هناك اللاعب رقم 6 علي كريم 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 يلا على بابك يا كريم كرة لخارج الملعب الى ركلة زاوية 2-1 الى الان النتيجة ونلعب في الدقيقة 20 من الشوط الثاني 5 دقائق على نهاية الشوط والمباراة وهنا كريم يا كريم يا كريم يلا على بابك لكن هنا ما خاب طلابك وبالتالي الصافرة تأتي هكذا هي هناك من يتمنى خلف الشاشات وهناك من يشاهد ومن يتابع عبر مواقع التواصل تلعب الكرة التمريرة يا سلام على الله حلوة يزيد اليافعي هل يزيد هل يأتي بالتعادل لكن مناسب موجود برافو تلعب تصويبة اعتلت العرض لخارج الملعب إلى ركلة مرمى مباراة راح تولع في الدقائق المتبقية من الشوط الثاني ربما 4 دقائق هنا سافانو هو الآن متصدر المجموعة يصل وأول ثاني الواصلين إلى دوري 16 رأسية الأسمراني تلعب الكرة هنا موتيون يا سلام عليك محايمين محايمين كنترول وهناك المحايمين الكابتن مدرب فريق سافانو يشاهد هذا اللاعب ابن المحايمين ابنه الصغير تلعب كرة على الطرف اليمين هناك محاولة اختلاع ولكن أرضية هل يأتي شيء هل يسلم عليك أخذها لكن هنا صمام الأمان صمام الأمان الكرة لخارج الملعب إلى ركلة زاوية الحكم
لأنه نحن الآن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. تو ون. الله الله يطالبون، لكن الحكم يقول ما في اي شيء. هذا الحكم الدولي سير سيدني من حكام الاكتف، وايضا من حكام الدوليين اللي حكم اكثر من 150 مباراه واشهر 200 بطاقه صفراء هناك في دوري الامير محمد بن سلمان وفي دوري يلو وبالتالي في دوري الدرجه الثانيه ايضا، يعني 10 بطاقات حمراء اشهرها هذا الحكم الذي تشاهدونه امامكم في ارضيه الملعب ابن الستري، وبالتالي النتيجه 2-1 ما يناقش. على طول بطاقات صفراء، اليوم هو هادئ اليوم في ارضيه الملعب، والله البطاقات توزع بالمجان لانه يريد ان يضبط الايقاع ولا يكون هناك اي ضرر في المباراه. اذا تلعب الكره برافو يا الخالدي، الخالدي لعبها يبحث عن الكابتن ولكن تغطيه من الاسفلاني، برافو يا شيف حلوه، برافو، تاتي الكره لمصلحه الدوسري، الدوسري نواف مر، نواف عدى، نواف عكسيه، ولكن هنا الدفاع والاستماته موجوده في ارضيه الملعب، كره لخارج الملعب الى ركله زاويه، هل تاتي في الدقائق الاخيره؟ هل هناك رصاصه الرحمه؟ عدى الاسفلاني، مر الاسفلاني، لكن علي جمال والالتزام موجودة، برافو على التغطية والرجوع للدفاع، تلعب الكرة هنا على الطرف وسط الملعب، يريدون ان يسجلون عبيد الزهور لكن كل شيء يتغير، تأتي الكرة هنا، الله برافو، اثنين سافالو مقابل واحد لعبيد الزهور، الأبيض هو المتقدم في هذا الوقت، الكرة لخارج الملعب، هناك عبر مواقع التواصل في السوشيال ميديا، تغطية، إذا دقيقتين على الله، ربما تأتي رصاصة الرحمة لكن هو التصويبة، أسمران اللون هنا، شوف كيف لعبها، تصويبة صاروخية 100% يا المغربي، بوم، ولكن هنا الحارس بن آسف يتصدى يا بن شيف، يتصدى يا بن شيف، تلعب الكرة سريعة، مقطوعة الكرة تعود للبرتقالي، يذكرنا باللون الساحر، بلون الشكبة، بلون الصفا، بلون النور، الوان الصفا البرتقالي والاسود، الله الله الله، اذا تلعب كره مقطوعه لخارج الملعب الى ركله زاويه، الكل يتابع، انت تنتظر المباريات، وايضا هناك من ينتظر كاس العالم، يعني كاس العالم قريب، في قطر، من يروح، من يشاهد، الان فتحت التذاكر الالكترونيه على 2000 على 1005 3000 4000 وصلت، ولكن في السوق السوداء تصل الى 6000 ريال، اذا تلعب الكره يا سلام، علي مهدي حاول ربما هنا يتحرك، الكل هنا في ارضيه الملعب يريد ان يذهب لكاس العالم، يريد ان يذهب يشاهد مباريات كاس العالم، والله لا تكون التذكره ب 10000، هنا مر المغربي غير مكانه لكن تاتي الكره هناك، تاتي القلب الان العميد، وهناك القلق بالنسبه لسابالو، هل ياتون بالتعادل يكون حبايب؟ كل لديه 5 نقاط ام سابالو ينفرد ب7 نقاط؟ وهنا الحكم ربما الله بطاقه صفراء على اللاعب سابالو لانه تعطيل اللعب، انا قلت لكم الحكم هذا ما يناقش، 200 بطاقه صفراء اشعلها في الدوري السعودي، 4 دقائق محتسبة مقدرة من الحكم، بدأ الوقت ضايع من الحكم الستر، الله لكانت يا ابن عيني علي يا جماعة، لم يوفق الخالتي لكن لكانت في الشباك، وتلك هي الضربة التي قصمت ظهر البعير، إذا تلعب الكرة لمصلحة حبيب، حبيب اسم على مسمى، أنت حبيب يا ابن الخالتي، تلعب الكرة عدى مر بكل اريحيه ولكن الكره لخارج الملعب.
جالس مرتاح مهيئ يبتسم يقول معلش احنا واصلين احنا نتكتك للادوار النهائيه عينهم على الذهب مع عميد السهود. هنا كره لخارج الملعب الى ركله جانبيه سلام هنا يبحث الى علي جمال علي جمال كنترول يا سلام عليك تغطيه تاتي مغربي وهناك ايضا المدافع سالم الغام سالم الفار هذا هو سالم سالم يا سالم صمام الامان يا سالم تلعب كره لسامي الفاوي سالم الفاوي سالم سالم لعبها لم تكن لكن الاسمراني ابن مهدي هو موتيون يا سي الله 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 شوف الابتسامه شوف الاسمراني يبتسم والله تعجبني الابتسامه في ارضيه الملعب يذكرنا بماجد عبد الله ايام اول يذكرنا بماجد عبد الله لما ينساب ماجد لما يكون اللاعب يتعمد الخشونه فبالتالي يبادر بالابتسام يقول له حرام عليك خليني العب خليني امتع الجماهير في اللعب الكره يا الله في الانتاب يا تكفير ليبعد الكره تاتي الكره الى سالم سالم هنا تمريره موجوده الى عبد الله عبد الله على الطرف يحاول تصويبه بس ضربت في المرمى بطل الله والله اشتعلت اشتعلت المباراه لربما لا نريد الحكم ان يصفر لان هي المباراه الاخيره هذا اليوم هنا حذاري يا حبيب تاتي الكره سقوط الفاول الى خارج الملعب ركله جانبيه تلعب الكره يا سلام ولا تلعب نهاد الله الله يا حبيب برافو يا حبيب حارس متالق حارس يجيد عمليه التفكير ويجيد هؤلاء السلام عليك كره تلعب الكره سريعه المغربي الكنترول الله لو عدى المغربي لو عدى المغربي لكان هناك كلام اخر لكن الذهاب موجود والتغطيه موجوده تاتي من التسليم تاتي من هناك لعميد الزهور لكن يشير الحكم خلل على ساعتنا يعني الثواني الاخيره 30 ثانية على نهاية الشوط ونهاية الوقت المحتسب المقدر من الحكم رأسية تأتي من الفيل يا سلام علي برافو هنا التحرك يأتي وتأخذ يا سلام يا سلام الله 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 مقطوع الكرة تأتي لمصلحة يا سلام الحلو ما يحبك لكن تم الجولة والانطلاقة هل تأتي رصاصة ولكن هي الكرة لخارج الملعب والحكم ينظر الساعة وكل على مهله الساعة تأتي والأسمراني شاكني يا الغامدي أنا استلوني عليه هكذا الجماهير هنا وهكذا الجماهير هناك الكلمات جميلة تخرج منها الناس الجميلة إلى وسط الملعب هنا تأتي الكرة لمصلحة مبارك الدوسري المتراجم لوسط الملعب يريدون العميد أن يلتحقوا الكرة لكن نقول لهم أنتم من وصلتم لدور ال 16 والاستعداد ربما يوم السبت والاحد راح يبدا دور ال 16 تلعب الكرة الطبيعية إلى حبيب الخلدي حبيب لعبة طويلة ربما هي الفرصة الأخيرة تأتي أم هنا تأتي الكرة وصافرة تأتي من الحكم السفري الحكم الذي حكم الكثير من المباريات على مستوى النهائيات هنا يطلق الصافر مبروك لفريق سافالو صدارة المجموعة وأيضا مبروك لفريق عميد الزهور ثاني المجموعة وبالتالي شكرا 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 لكم أفضل لاعب في المباراة من فريق سافالو حسن كفير يتفضل لاستلام الجائزة.